كنتكلم على هاد الجزئيه ديال انوال اللي هي كتعاني من مشكل ديال الصرف الصحي وانعدام البنيه التحتيه. هناك بعض المنازل ما كيتوفروش حتى على الماء والكهرباء، والمشكل الكبير هو انه اللي عندهم مشكل ديال الصرف الصحي اللي كيعانيوا منه، اللي المنازل ديالهم ولات مهدده للسقوط. حنا دابا في واحد الجزئيه اللي هي في الدخله ديال جماعه البريشوا، اللي فيها ناس ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء، ما عندهمش الواد الحار، قنوات الصرف الصحي، يعني كاين غياب تام للبنيه التحتيه. الا جينا باش غادي نهضروا على جماعه البريشوا، جماعه البريشوا تعيشوا ماساه. هاد الناس تعتبرهم كانهم مساجين، انا بالنسبه لي تعتبرهم كمساجين، لانهم ما وفيناش بالوعد اللي قطعنا على نفوسنا تجاههم، وهذاك هو اللي كان خرجنا الاعتصامات والاحتجاجات. لهذا عندنا دراسات، دقينا الابواب، في حين ان الرئيس باغي غير السيارات، باغي غير اقتناء السيارات، ما تيفكرش في الساكنه. ودابا سيادتكم كاعلاميين الا درتوا واحد الدوره هنا، الا لقيتوا غير مرفق، لقيتوا غير اون زون فيغت، غير منطقه خضراء، ها حنا حتى شي حاجه ما كاينه. عندنا هذه الواجهه اللي هي محاصره حاليا، اللي قابطه مستثمر، عطينا اقتراح على اننا غندخلوا واحد المحاور معنا. الارض هي في ملك املاك المخزنيه، تيستغلها مستثمر مخدم فئه ديال الناس، واخا حنا ما رضاوش على الشباب ديالنا انهم يخدموا غير في العتله ولا في الزبير ولا 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 في جني الكروم. اقترحنا اننا غندخلوا العمران كمحاور، هي اللي غادي تقتني الارض، غتسوي الوضعيه مع الاملاك المخزنيه ومع المستثمر، وغادي تقتني الارض، يعني غيكون سكن لائق، غادي يكونوا ديور، غتكون واجهه مشرفه. وحتى المستثمر الى عنده شي استثمار اللي غينهض بالمنطقه ويخدم الكفاءات ديال المنطقه وحامل الشهادات، حنا ماشي ضد الاستثمار ديالو. في حين تلقاو ان الرئيس صاد الجيه، السلطه الوصيه بما فيها السيد عامل صاحب الجلاله اللي خصو يتدخل، خصو يكون يتدخل فورا، اللي حنا رحنا حنا رعايا صاحب الجلاله، وسيد عامل صاحب الجلاله نصبوا صاحب الجلاله باش يخدم هذه الرعايه ديالو. وتنشوفوا الجهات كلها ساكته، وهاد الناس تيعانيو، وحنا كممثل ديالهم حتى حنا واك عباد الله، واك عباد الله، واك عباد الله. انا ما قيدت راسي بالسناسل الا لهدف واحد، رساله بغيتها توصل. هو كاين ناس باغيه تخدم ولكن تقاصها مكبله. احنا تنطلبوا منكم بالله جلاله سيدي محمد الله يطول لنا عمره، بغينا الواد الحار، راه حنا عينا بسطولة وعينا بالخويا الحفاري، راه تنطلبوا منكم، الريحة قتلتنا وهذا لا، حنا ما دايرين لنا طواليتات ما والو، راه حنا تنطلبوا الله منكم وسادات الملك، حنا بغينا الواد الحار، عينا ما نطلبوا، عينا بسطولة، عينا ما نهزوا، راه هذا لا، عينا بالريحة وعينا بالخنز، راه حنا عينا ما نطلبوا، تنطلبوا الله منكم وجلالة الملك. راه بغينا واد الحار ديال حنا، ما عندناش واد الحار، ما زناقي ما مدصين، ما ضاربين لينا زناقي، ما دايرين لنا واد الحار، راه هذا لا، راه هذا لا، راه فيكم بالله وجلالة الملك، تنطلبوا الله منكم. ما عندنا فين لعبو، وما عندناش، وعندنا ما تلقاو فين لعبو، وما عندناش الدو، وما عندناش الماء، خانقنا هذا الشيء. حنا كنعيشوا من مات الحسن الثاني، وحنا كنعيشوا في هاد السكينه، ولكن ما عندناش البنيه التحتيه، ما عندناش واد الحار، ما عندناش اخو شحال من حاجه، محرومين منها، ما عندناش الطرقان، ما عندناش فين يلعبوا الوليدات، ما حنا مكرفصين مع هذا واد الحار، مكرفصين. اليوم غدا كنمشيو وكنحتجوا وكنوقفوا وكيوعدونا بالوعود الخاويه، وما كاين منا حتى شي حاجه، من مات الحسن الثاني وحنا ساكنين هنايا، احنا وليداتنا كبروا هنايا والجام وفي الطواليط كنخويو كنعمرو الحفره ونعاودو نخويوها، هادشي كنعيشو. عاش الملك، راه هادي 2019 ما خاصناش نعيشو واد الحار في هاد الحاله هادي. هاد الزباله راه قتلتنا وعينا باش نشكيو والو، قتلتنا بالريحه، ولينا كنتخانقو بزاف ديال الحوايج. والله يجازيكم بخير لما ديروا معنا شي حل، هذا هو اللي كاين. اولا تنشكر موقع اخر خبر على الزياره ديالو الميدانيه لاكتشاف والوقوف على مجموعه ديال الاختلالات والاكتشافات اللي تتعرفها منطقه البراشوه. وصراحه حنا شباب المنطقه يعاني في صمت، والخير الدليل هو البنيه التحتيه اللي مديوره للشباب، لان ملي تجي تشوف هذا ملعب القرب اللي تخسرت عليه اموال طائله من التنميه البشريه تتشوفها واصبح اشلاء. شكون الحاسب وشكون الرقيب على هذه الاموال؟ لان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه
الاداريه دارها صاحب الجلاله باش تعطي اضافه للشباب واضافه لذوي الحق واضافه للمحتجين اذا بدنا تفاجئ في هذا الاقليم وفي هذه المنطقه المنكوبه وفي منطقه زعير عامه ضعف البنيه التحتيه صراحه. تشوف الملعب هانتوما تشوفوا الملعب كيفاش حاله يرتى لها. هذا واش ملعب صالح؟ هذا هو ملعب القرب، هذا هو الملعب اللي يلعبوا فيه الشباب. تنجو نصيبوا دار الثقافه مسدوده، دار الشباب مسدوده، راه من العيب والعار، من العيب والعار اننا احنا في القرن ال21 وباقي تنلقاو بحال هذه المشاكل اللي تتغرق المنطقه. لان المشكل اللي كاين هو هاد التراكمات وهاد الاسباب، عطات هاد التراكمات وهاد الاشياء خلات المجموعه ديال الشباب ديال المنطقه يهاجر لانه ما لقاش فرص العمل، ما لقاش فرص الشغل، ومجموعه ديال الشباب الاخر غارق في الادمان. من العيب والعار اننا نصيبوا ان فلوس تضيع هباء منثورا. شكون المسؤول على هاد الفلوس اللي تضيع هكاك؟ وتنطالب السلطات الاقليميه والسلطات المحليه ووزاره الداخليه وصاحب الجلاله للتدخل الفوري ديالو باش يفك هذه المهزله وينقض هذه المنطقه المنكوبه. السلام عليكم خويا، تنطالبوا بالحق ديالنا في هذه البلاد. راه حنا ضايعين في هذه البريشوه وما عندناش من مرافق في اللعبو، ما عندناش تيرانات، ما عندناش شحال من حاجه في هذه البريشوه. وهذا الرئيس ديال الجماعه خويا راه ما خدامش. هذا الرئيس، هذا الرئيس هو اللي دار لينا هذا الشيء كامل. و تنطالبوا بالحق ديالنا بواد الحار، ما عندناش الزناقي، ما مدصينش، شحال من حاجه ما كايناش في هاد البريش واخا ديالي.